السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. شرف بكم اليوم. احنا عندنا موضوع جديد. طبعا قبل ما أبدي بموضوعنا الجديد، أحب دائما أنوه بالدورات الموسيقية الاشتراك أونلاين وياي، وموجود رقم الهاتف أمامكم وأسفل كل فيديو. هاي الدورات أونلاين 8 محاضرات شهريا، وحاضرين نعلمكم الأسرار، أسرار تعلم العود وأسرار الغناء أو النظريات أو المقامات، يعني كل دورة بوحد. اليوم احنا عندنا قضية جدا مهمة، وهي كيف تتعلم أساليب قراءة النوتة الموسيقية. قراءة النوتة الموسيقية هي احنا عندنا روند، وعندنا بلانش، وعندنا انوار، طيب، وعندنا كروش، وعندنا دبل كروش، وإلى آخره عندنا الدب. لكن الآن في البداية راح أعلمكم الأشياء البسيطة. بالمناسبة هاي قراءتها إذا جاك تمرين بسيط، لكن النوتات يحتاج لين هذا عدة دروس إن شاء الله نستمر عليها. وبالمناسبة إنه الطلبة الموجودين مشتركين بالدورات هم يأخذوها بتفاصيل أكثر. إذا إحنا عندنا أول قضية مهمة اللي هي الروند. الروند راح ينقرأ عندك مثلاً نفرض جاي على نغمة دو، فيصير عندك دو 4 ضربات. ننتقل إلى الثاني بلانش دو، هاي قراءة النوتة تقرأها يعني بيصير راح نعطيكم عدد الريش مالته إن شاء الله. الانوار دو 4 دو، الكروش دو نص، يعني من تقول هيك تضرب وترجع ايدك يعني من ضربه. دبل كروش يصير لك دو لين رباعه، فيصير تيجي مثل هاي علامه بعد وحده علامه ثانيه حتى تقدر تقول هيك، حتى تقول نص بنص، لان هاي ربع. هنا عندك هاي نص الكروش، يعني هاي يصير، بس من تجيك ربع يصير تيجي علامه ثانيه وياها. لذلك احنا دائما من نلاحظ أما تجي علامة أو تجي علامة بالقراءة بالنوتات الموسيقية، فمن تجي هذه العلامة شو يصير عندك؟ ري 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 با، يعني شنو عندك؟ هذا نص نص، هذا نص. ليش تقول إذا قلت هيجي ويج يعني معناته تعزفتين اثنيناتن، بس إذا كل واحد ري ري أوكي، هاي تختلف، هاي تختلف، هاي شو يصير؟ هاي اثنيناتن شوف ربع بربع، يلا يصير ري ري أو ري إذا وحدة أوكي. هذه بالنسبة للعلامات الموسيقية بشكل مبسط، يعني كبدايات أو قبلها فد أشياء لازم تعرفها. بالنسبة للعود، بالنسبة للعود هنا راح تكون عندنا مثل ما اتفقنا، بالنسبة للعود هذه راح تكون عندنا الروند، راح تكون عندنا 16 ريشة، وهذه راح تكون عندنا البلانش 8، وراح تكون عندنا 4 الانوار، وعندنا الكروش راح يصير نص 4 2، والأربعة اللي هي دبل كروش راح يصير عندنا 4. هاي تفاصيل بعدين تنعرف، لأنه اكو بعض القطع الموسيقية أو السماعية أو شيء تختصر وكبيها تضاعف، وكو بعض التمارين حسب نظرة المدرس وقراءته. لذلك عليكم الاهتمام بقراءة النوتة منذ البداية، لأن هي راح تفيدكم غيرها ما يفيدكم، حتى تعرف شلون تعمل وتشتغل بشيء أكاديمي وحلو وجميل جدا. أتمنى أنه استفاديتوا من هذا الدرس. تحياتي لكم، وأتمنى أنه شاركوني الفيديو، وننتظركم بالدورات الموسيقية، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.